مرحبا. حكيت لكم المرة الماضية على الحب وإنه وعلى أمل أمي اللي بحبها، يعني أمي الثانية، وإنه الحب هو طاقة كل ما بنستخدمها وكل ما بنطلعها للي حوالينا، أهل، أصحاب، رفقة، قديش بتكبر جوانا هي الطاقة، بتتجدد وبتكبر كتير. بدي أحكي لكم، عندي صديقة تعلقت بخالتها كتير كتير. خالتها طولت لتجوزت، والخالة كانت تحس إنه هي بنت أختها يعني كل حياتها، فكانت تهتم فيها اهتمام يعني بالغ، وبالتفاصيل تجيب لها لبسة وتهتم فيها وتهتم لها بدراستها وتقعد معها على الدرس وإلى آخره. تجوزت الخالة، تجوزت مؤخرة شوي، ضلت طبعاً تهتم ببنت أختها لأنه هي يعني بنتها مربيتها، وهي فعلاً هي ربت بنت أختها. لما جابت أولاده طبعاً لأنها جوزت شوي كبيرة وكتير صغيرة، فصار عندها توأم، بطلت تهتم إطلاقاً، مو لأنها انشغلت، لأن إحنا اليوم بننشغل كتير عن ناس منموت عليهم، بننشغل حتى عن تليفون، وفعلاً بيكون معنا وقت حتى للتليفون، بس المحبة بتكون كتير موجودة. ولما حدا بيسأل إنه ليش التقصير، بنقول له التقصير طبعاً هو تقصير ما له أي مبرر، بس الوقت بيكون كتير كتير صعب، هذا اللي منقوله وهذا هو بيكون الواقع. بس كان يعني ممكن نكون نعمل أي شيء تاني غير هيك، بس بنعتذر بهي الطريقة. المهم إنه سألت خالتها البنت، يعني عندها صار حالة نفسية لأنه خالتها بطلت تهتم فيها إطلاقاً، هي مهلأ فيها طبعاً مثل ما قلت لكم. قالت لها خالتي ليش ما عم تنتبهي علي؟ ليه ما عم تدقي لي تليفون حتى تطمني علي؟ معقول يعني أولادك الله يخلي لك ياهم كل الوقت كمان بتهتم فيها يعني وبتروح وبتطمن؟ شافت الخالة يعني تجاهلتها تقريباً، فقالت له والله يا خالتي الله يخلي لي اياكي، انا ما كنت بعرف اني وبدي اتجوز والله يبعث لي اولاد، الحمد لله صار عندي اولاد. ما فهمت شو يعني صار عندي اولاد. قالت لي كيف يعني؟ يعني انا ما عاد لي عازه؟ قالت لها لا لك عازه تقبريني، بس انه صار عندي اولويات، انه الاولاد اولويات. مع العلم مثل ما قلت لكم بالاول، هي الست كانت تحسسني انها بتحبني مثلي مثل بناتها. يمكن يكون ايه يمكن يكون لا، بس انا احساسي الاكيد انه هو ايه، انا متاكده انه هي بتحبني مثل بناتها، وما كان في مشكله انه خاله رفيقتي تحبها لرفيقتي مثل ما بتحب اولادها التوأم، لانه الحب هو مو شيء، مو كرسي بيقعد عليه شخص واحد، هو طاقه مرعبه هائله، قد ما بدها الدنيا موجودة عنا، بس إذا نحن بدنا نحسها محدودة ممكن تكون محدودة، مثل يعني خالة رفيقتي حسيتها أنه هي محدودة، شالتها من بنت أختها وقلعتها لأولادها على أنها شيء بتاخد بس، وخلصت قصة الحب. أنا حبك، أنا صاحبك، أنا رأيك وتفكيرك، تتخنقوا لي مع بعض لي بس استنوا، ده ضحكة واحدة ممكن تحل شكلكم، يا قلبي شفت انت اخرها، هذا اللي جاك من خيرها، راحت يا قلبي علي. تغني لنا غنية، شو اللي كانت كتبتها انا لانه ميتة ميتة كتير 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 حاببتها كتير، حاجة مستخبية. حاجة مستخبية. جو... أنا سمعتها منك الجايد. طبعاً حماية عائلة رائعة. جداً جداً، وأنا بحبها. وتوزيع قرايبي. طبعاً. جوز بنت أخت تيتوتي. أحمد إبراهيم الرائع. عمل لي كمان يعني أحلى أغاني بألبومي. وزع لي إياهم. أيوة أنا نفسي بقى أسمعها منك. حافظينا شيري، بدع فيها، غمض عيونك بليز لأنه أغنية كتير بحبها. والله العظيم انت لعبها اصلا. برافو عليك. طب يلا، انت مش سايب حاجه خالص. يلا شاري، هذا كتر علينا. رائع الرائع طبعا مصر، بس بعد ما دلعته اذا بشوف حاله علي يا ويله. لا ده بيشوف مستحيل. قوي يا جماعه، جامد قوي. Oh,
خبيت كل لما باجي اقول فجأة مش بقدر قدام عينيك بقف وبنسى التاني انا كل مرة يجرى فيا كده ليا ودي ليا كلمة واحدة بس مش اكتر والكلمة دي عندي فيها راحة البال في جوه قلبي حاجة مستخبية كل لما باجي اقولها فجأة مش بقدر قدام عينيك بقف وبنسى كل مرة يجرى فيها كده ليه في غرارة واحدة بس مش أكتر والكلمة دي عندي فيها راحة البال حبيتك يوم ما تلاقيها لما حكينا أول كلام واحلف على ده تسمع زياده انا حبيتك يوم ما تلاقينا لما حكينا اول كلام حبيتك واحلف على حاجة تانية عندك مشاعري حتى خدها واسألها أنا صعب أعيش حياتي وأنت لحظة بعيد إحساسي بيك في وقت ضعفي أواني كانت حياتي ناقصة جيت تكملها فرحة لقايا بيك بتبقى زي العيد حبيتك يوم ما تلاقينا لما حكينا أول كلام حبيتك وأحلف على ده تسمع زيادة ده أنا مش بنات برافو عليك برافو عليك يا بطل يا مهذب يا ابن الناس يا اكابر يا راقي يا راقي يا ابن يا مهذب يا لا يعني والله ما عارف شو بدي اقول له ما شاء الله يا مهذب بالباء يا مهذب يا ابن الناس يا حياتي يا عيوني انت ابن الناس ما احلاك يا الله ما احلاك يا جدع انت لازم تغني ان شاء الله ان شاء الله ما خلص بده يغني خلص لازم هو غنى لازم تغني اه بده يغني يعمل البوم ان شاء الله وكلنا بدنا يعني ما بعرف شو انا مستعده اجي اسقف لك طب ليك وعد نعم وعد وعد ايه انا وعد مني بس تعمل ألبومك أنا حأجي أعمل لك الفوكل تبع أغنية يا ربي يا سلام لا 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 بدون هالحركات خلاص اللي انبسط أصولة بس يا قمر ربي وكلكم طبعا يعني مستعدين نفس الاستعداد بس فعولي لا عم بمزح بدون جد يعني إذا كنت تدفعوا مو مشكلة أو هدية فارفانات ما عم لحق يا جماعة ما عم لحق فارفانات بضل بحط لكم بخبخ لكم مثل هذا تعال بيب هذا مثل كل واحد بخ ده إكبري؟ لا مش مشانكم مثل رائع حلو جدا ثانك يو رائع بموت على المثل كثير بحبه
وبموت على البيرجو. والله العظيم انتوا كلكم منافقين. وحش يعني. رائع مسك. لا والله لا على طول تصلى سيدنا محمد. يخرب بيتك. انتبه البقى ما ايه مسك مسك. مو بيقولوا لك ريحته مسك وعنبر. هذا مسك من غير عنبر. فضل العنبر. فضل العنبر. ايوه. المرة الجاية. يلا عندك غنية قديمة بموت عليها. وهي. اللي هي ترارم ولا هي ترارم؟ ترارم. ترارم. كان في بنت اسمها ترارم. ضحكتها مش طبيعية كل ما تيجي تشوفني قلبي يبقى في رجليا ضحكتها مجنناني وردي التاري 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 التاري. لا أولى طبقتك بيب أنا قلت لك طبقة. كان في بنت اسمها ترارم ضحكتها مش طبيعية كل ما عيني تشوف قلبي بيبقى في رجليا تعبانة ومدوخانة وعيونها مش فهمانة وتبص لنا وتقول تعملوا كده ليه لما بنجري وراها ونتمنى كل رضا نفسنا نعرف اسمها ايه. كان في بنت اسمها ترارم ضحكتها مش طبيعية كل ما عيني تشوف قلبي بيبقى في رجليا تعبانة ومدوخانة
انا كل ما بسمعها بحس انه هي لجامي. اه لا طبعا لانه هي فيها هي المواصفات، الطعامه واللذاذه والشقاوه والمدري شو، وكل الناس اللي يشوفوها يبقوا عايزين يخطفوها من يروحوا يخطبوها من عند بيت امها. امها طبيعي بقى، امها هو اللي بدهم يخطبوا بنتي من عندي. ايوه بس مشان تصلح لي هي الجمله الاخيره بتنزل ضروري اعمل لي لها تعديل. الله يرضى عليك، رائعه جيب فرح ان شاء الله قبل ما يجي لك بنت. شو بدك تسميها؟ فاطمه. بدك تاخذ ليمون؟ اخذ ليمون. واعطي مادي. سيبها مشكلة ايه؟ هيك افتحها من الطرف تك هيك اسحبها. انا فيري بلمز. لا بيبيتو اسحبها هيك. ايوه عرفت افتحها الحمد لله. لا واعملها هيك تك تك. عشان ام فيري فيري كلمزي. مودي وانا كمان. انا بتعرف تنزلها مودي هيك ايوه. بلاش طبقة بلاش طبقة. ما تنقيش طبقة. شغل بالي من وين اتفقنا اخر شيء صح كام دي شغل بالي اول واحد إيه؟ واحد بيبيتو بابا هي 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 Da 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 da
أنا ممكن أنساني حبيبي وأنسى رسمي وحالي كل اللي أنا ممكن يا حبيبي أنا دايما فاكرك بالله شعور لما بتغني اغنيه لحدا بتقلده نقطايه بتصير شويه بس انا يعني شوي مره وانا ادنى بالعكس بقى انا كمان موضوع الالحان ابتدى معايا بسبب الموضوع ده ان انا لما كنت في الاول بقعد اشوف في كل حد في حته مميزه كل حد ليه حته مميزه كده فابتدى ان انا بقلد الاصوات اصلا يعني انا ابتديت اصلا بقلد الاصوات في موضوع الالحان طب قلد لي حدا مين يعني مثلا انت قلد وانا بقلد يلا ماشي أوكي. كل حدا بيقلد حدا اوكي يعني انا بعرف قلد سميره طب يلا لا انا بعدين لا والله لسه مالي مستحضره لسه ما مستحضره يلا انت مين بيب محمد محي مثلا طب قلهم شو الاغنيه مشان رفقاتي حافظين شو الغنيه اهل الملامه ولا غير حبينا الله مش عارف صوت تعبان قوي النهارده مش عارف اجيبها ولا لا بلاش بلاش الكلمه دي يلا قلده يعني ولا اوكي هتقلده حبينا 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 معقوله ونسينا ودارينا منسينا راحوا حبايبي عيني راحوا مفاتونا عين حبينا جرحونا قربنا قربونا حبينا جرحونا قربنا قربونا وقالوا لنا كلام كتير عينا العشرة وعالسنين وخدونا لفوق كتير عينا رجعنا مجروحين حبينا 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 جرحونا يا الله بالضبط بس مش قادر والله اجيبه بالظبط والله العظيم جاي بالظبط ليه يا بيبي مثلا بالظبط يعني الله بنسقف لا ارادي بلاش بلاش اللا ارادي دي مش صعبة بس خلي حمودي يغني لنا غنية طيب بعدين هو سامتي طيب في أغنية بقى ايه قول شو اسمها بيبي بلكي كاتب اسمها عيشة حلوة عيشة حلوة الله الله نشوف بقى هي اللي هي شعب يريد مكتوبة انا بحب كثير قوي عيسيل الغنوي يعني حاسسها غنوة ايه تاريخية كده هدول هدول اللي جابنا اياهم اندرو بيبي اللي جابوا اندرو اخر هم في الاخر خالص لا اللي جابوا الاندرو اخر شيء شايف غيوم بنشلها من السماء والشمس طالعه قدامك انت وانا شايف بلادنا في حياتنا اعظم بلد أعظم بلد شايف قصور جوه الحرار شايف زهور على شبابيك العمارة شايف فنون مالية الشوارع شايف قانون منور والبلدي راجع شايف غيوم شايلها من السماء والشمس طالعة قدامك انت وانا
والله طب هي مين كتبها؟ دي انا اختي برضو. برضو؟ مو معقول انت واختك بالي. لا لا انا عايز اسال سؤال، هي ينفع اختك تديني كلام الحنه بعد اذنك؟ ده حصل؟ ممكن انت واختك وانا لحنوا لمين؟ يلا بينا. ده لحنوا لمين؟ لاصاله طبعا. طبعا لاصاله. لا بدون لا مو يعني انا ببيتك يا اصاله ولحنوا ما بتعطيه الا اذا قال لك تعهد انه الي. يلا لا ده غير دلوقتي وخصوصا عن يعني اكتب لي هذا الموضوع. يلا من دلوقتي على طول. طب ممكن اخذ هي الاغنيه؟ باختصار الشعب يريد. الشعب يريد ما تاخديها نعمل لها فيرجن ثاني نعمل لها ريميكس. ماشي هنعمل لها نعمل لها هيك انا وانت. خليني اقول شويه كلمات جوا انا اللي كاتبتهم. ماشي رائعه. يلا ابو الصوت شو بدك تغني لنا؟ تعالوا نغني بقى حاجه قديمه. يلا ايه حاجه لا مو قديمه ليه يا بيبي يا قديم؟ انا عايز اغني. هيغني هيغني لسه قاعدين. عديها عديها عديها. اقول لك على حاجه انا اي حاجه لحني مفيش بجد يا عيوني انت عديها وحياتي عندك وحياتي بس عديها بس عديها خلاص يلا عديها. اه طب ما دام عديها بقى عديها. استنى انت الوحيد اللي ثانية. يا الله شو بحبها. يا الله شو حلو الكلام. افتح باب صفحة 6
حافظها بخيل قلبك شو مهزة. وانا والله العظيم بس بخاف لخبط له وانا حافظه. انا بمش حافظ. ستة انت ما بعرف شو قصتك بالحفظ. اوميجا 3 والله العظيم هجيب لك اوميجا 3. انا عارفه. لا لا هجيب لك اوميجا 3 تاخذها من اليوم. اه والله العظيم كل يوم حبتين بيبي. ما عم صدق دمر بنسى كل الكلام. شو حتساوي بعد 5 سنين؟ لما تشوف الناس في عشرتي تسرح ملاك وعيوبك عليها عليها ماشي مي لما تشوف الناس في عشرتي تسرح ملاك وعيوبها تبلا لما تشوف كل الناس في عشرتي تستحملها وعيوبها تبان ده انت في جنة ويا ما اتمنى غيرك يوصلها عديها عديها انا مش بحبك عديها الدنيا فيها وفيها وانا شباب عملوا لي اياها على طبقتي من فضلكم لاني ما يلا بينا بقى قررت يعني اخذ فيرجن فيرجناتكم كلها انا غنيها اعملها فيرجن ثاني من وين انا بقولها اندرو من لو من لو هيك قال في نري لما تشوف الناس في عشرتي تستحملها وعيوبها تقبلها ده انت مجنة وين
لما تشوف اللي الناس بس انا مو اهون بكثير. لا ازاي بقى يعني ما بحب هالكلمه لانه انا بحس انه انا يعني كثير ظريفه مو انه اهون بكثير. هي اهون بكثير يعني ماشي الحال. لا اهون بالمصري انا احسن يعني احسن بكثير من ناس ثانيه. احسن بكثير 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 لانه لازم تقول له وكثير كثير لازم يعرف انه كثير كثير. يا اهلين وسهلين. شو هتغني لنا منوني؟ منون لمين عملت؟ عملت لاسماء منور اغنيه رائعه. غني لنا حاجه زي دي بقى. ماشي انا موافق. الله انا شو هي كل حاجه الا الكوره. الكوره دي كل حاجه الا الكوره بس يعني عديها عديها عديها. غنوا لنا عائشه. عايشة. انا بس حافظه منها عايشة. اه كتبنا بالفرنساوي يعني شايفني. لا والله عايش لي حافظه والله. مين اللي مين كتبها بالفرنساوي؟ هي شو عايشة عايشة انا يعني اينما انا فرنساوي بس عادي مش مشكله. يلا يلا نهار ابيض معقوله؟ طبعا اتفضل اتفضل. كلها اجنبي فرنساوي ولا انا عايش لي حافظها. مين؟ كومسي. برافو عليك. جي نيكسيستي با والله كلام تمام. اللي باسي اكوتي sans ce regard rien de ça j'ai dit Aïcha prends tout tes pour moi voici les perles les bijoux aussi heureux que de Aïcha, Aïcha, écoute-moi, écoute-moi, Aïcha, 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 t'en vas pas, Aïcha, Aïcha, regarde-moi, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Yeah.
عيشة دون بابا عيشة عيشة احنا ما بننساش. طب شباب مادي غنوا لنا لعبد الحليم هيك اغنيه. سلام. شو بتحب شيء لعبد الحليم؟ ما بعرف ليه حاجات من الاواخر. بحبها من هو صغير. بحب انا بامر الحب قوي. بامر الحب. سلام. حافظين بامر الحب يا شباب؟ بلاش العتاب. بلاش عتاب ماشي. بلاش عتاب. بلاش عتاب. بلاش عتاب. حافظين بقى. من فين دي بقى؟ من فين بقى؟ تحت بلاش عتاب موجودة. أنا كتبت لكم إياها لأني بعرف إن أنت زهايمر. حسامتي 14 بيبي 14 بلاش عتاب يا حبيبي. يلا يلا يا ما يا ما ماشي يلا يلا واحد اثنين بلاش عتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي من العذاب يا حبيبي يا حبيبي بلاش عتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي طفيت كل الشموع وقلبي ارتاح ونام ارتاح من الدموع والحزن والآلام بلاش بلاش العتاب القلب العاصي والجرح القاسي طاب ما صدقت انه طاب يا حبيبي يا حبيبي ياما ياما قلبي داب من عذاب الحب يا خبيت الألم يا ما شفت النور ضلام يا ما كنت أتمنى بلاش عتاب بلاش يا حبيبي يا حبيبي
اديتك اغلى ما في الدنيا، اديتك حبي وقابلتك على راحة بالي وعلى فرحة قلبي. اديتك حبي وامنتك على راحة بالي وعلى فرحة قلبي. وفي حضن الشوق والحنية غمضت عليا شوية، وفي طيرتونا الله يسامحكم. ليه؟ رائعة. يعني طيرتونا هيك. هو عبد الحليم أغانيه كلها كده. فظيعة. لا شو هالحكي؟ تحس إن أنت عايز تكمل لحد الآخر خالص. بليغ بقى. بس على فكرة، طب قلد لنا بليغ بيب. لا أنا ما بعرفش، أنا بهزر. أنت بتهزر؟ أنت بتعرف تقلد بليغ؟ ده بتهزر. ولا العظيم ولا أنت هو اللي بيعرف تقلد. ما بتعرف تقلد حدا؟ لا بعرف أقلد جورج وسوف. طب يلا بيب. طب شو الغنية؟ مشان بس يحط. تعال بقى نجرب، معرفش عارف بقى ايه تبقى بتعتبني هي كلام الناس. لا انا التانية بس. ماشي. انا اسف لاني ما كانش غصب عني، انا اسف لاني ما كانش غصب عني، بين الزحام ادوب والحال بين الدروب، وعن حبك أتوب 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 أتوب، عن حبك أتوب 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 أتوب، عن حبك أتوب وأنسى إنك كنت مني، ما كانش غصب عني ما كانش غصب عني ما كانش غصب عني ما
ما كانش غصب عني انا اسف. انا عايز اقول لك على حاجه بس جورج ده انا بموت فيه ان هو قد كده الحاجات وهو صغير. الحبايب بقى والحاجات دي كانت الحبايب اللي احنا كنا بنعملها بتاعته وهو صغير. فكنت انا بحب برضه اقلده وانا صغير وهو في طبقات بقى قصدي في مراحل العمريه. فهو صغير كان يجني يقول قرب المايك قربوا بيبي ايه الحبايب على المحبه عودونا رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا ايه الحبايب عالمحبة عودونا رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم يلحقونا كبر شوية بين جفاهم أو رضاهم بين جفاهم أو رضاهم عيارونا وصارونا الحبايب. لا ما سمعتك لا ما سمعت مو طبيعي مو باين عليك يا بيبي بتخبي مو باين بتعمل هيك يعني هي شغل يعني كأنك أزعر وأنت مو أزعر يا بيبي طيب الله ما ممكن يا عم شيطانك بليغ بقى حسام طب فين سميرة؟ ايوه مظبوط ما قلت لك غيرك قلتها مليون مره انا زهقتني انا توت مني انا مش وانا قلد لك انا توت مني وانا قلد لك منير انت بليغ وانا قلد بليغ ما اعرفش لا طب منير قلد منير مين بتقلد مين طب بتقلد مين غير بيه توتت بينا ليالي حط بقى المايك على بقك كده بس ما اعرفش اقلده والله لا لا والله بيقلده جامد انت بتعرف تقلد مين ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا وتاهت بينا تاهت هو كان بيتكلم كده ليالينا ليالينا وقلنا هنرسى عالمينا مشينا ودينا من غير اهالينا ولا حد بيسال فينا مشينا ودينا من غير اهالينا ولا حد بيسال فينا وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة والله جيتي علينا يا دنيا جيتي علينا علينا يا دنيا وجيتي كتير على ناس قبلينا طب منير شو منير لازم مايكروفون بس منير عامل له اغنيه بتقول لي بس بالظبط قول انا اعمل له اغنيه تقول له ايه حبيت تدوس ارضي ارضي ما حبتش حبات هنا الليله بكره ما حد بتشي حمل جناب لك هات كيل وحمل لي راح اموت وقت ما اموت عيل يكمل لي حمل جناب لك هات كيل وحمل رح اموت وقت ما اموت عيلي كملي معناش سلاح ملي ولا طيارة تملي والبندقية اللي في ايدي حيالله كملي
بسمي وبصلي بسيط بها بتشيب بسيط بها بتشيب حبيت ادوس ارضي ارضي ما حبتش حبات هنا الليلة بكرة ما حبتش بكرة ما حبتش شو هالجملتين المختصرين المفيدين الله مين كاتبها؟ كاتبها هشام الجخ ماشي حلوة يعني ما بتخيلوا قديشني انا فرحانه منمون غني لهم شيء هيك جزائري انا حاسه يعني انا مزبوطه ولا حاسه انه حاسين انه انا ما عم يعني ما عم نغني مثل بعض نحن مزبوطين ولا ما عم نغني مثل بعض لا نغني كله تمام زي بعض والله يعني كلنا عم نغني لكن اوكي انا كان نفسي اغني هي جزائر ولكن مقسوم مصري كذا شو هي اسمها هنا على هنا كنت عاملها الفنان بشار الشطي تعرفها مدين حلوه الغنوه كنت هاخدها يعني هي مقسوم كده بس كنت عاملها له كنت عاملها للمدين في البومه فعلا يعني واخدتها مدين اخويا من زمان زمان قوي طيب قمت اخذتها منه لقلي لانه انا يعني انا الدفاع تبعه قال لي شو عمل لك بيبي هنا على هنا واخذها منك لا مش اخذتها منه خلاص بقى ما كنتش انت اللي قلت له ما بدك اياها ولا هو اخذها لا 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 فيش كده اكيد ده اخويا ده اخويا فعلا يعني مدين ده حبيبي لا والله لا كل شيء لانه الا ايه قول يلا قول هنا علينا لو نخطر في بالك أمرني بس نكون بين ايديك وهنا علينا لو نخطر في بالك أمرني بس نكون بين ايديك شفنا على هنا وهنا علينا لو نخطر في بالك أمرني بس نكون بين ايديك وهنا علينا لو نخطر في بالك أمرني بس نكون بين ايديك وهنا على هنا شفتي في كل اللي تمنيته وحلمتي بيك عمر اللي قضيته واللي فات قبلك يا حبيبي يا ريته عشته كله ليك وبأمري هواك بحبك يا الغالي روحي معاك ساكن في بالي عشان نلقاك سهرت الليالي ويا ما ناديت عليك وهنا علينا لو نخطر في بالك أمرني بس نكون بين ايديك وهنا علينا لو نخطر في بالك أمرني بس نكون بين ايديك كل تمنيته وحلمتي بيك عمري اللي قضيته واللي فات قبلك يا حبيبي يا ريته عشته كله لي بأمري هواك بحبك يا الغالي روحي معاك ساكن في بالي عشان نلقاك سهرني الليالي يا ما ناديت عليك وهنا علينا لو نخطر في بالك أمرني بس نكون بين ايديك وهنا علينا لو نخطر في بالك أمرني بس نكون بين ايديك الله مين غناها؟ كان بشار الشطي وتوجه فنان كانت غنوة مقسومة كده انا بشعر كتير كتير كمان بحبه من الطف الناس من اللي عرفتهم كمان مود اسمها انت بتعرفه لا لا مرات اعرفه مرات حسام اسمها هانا هانا الغنوة دي كدوة يا الويد شو بدك تغني لنا حمودي اغنية الليلة بقى نقولها شو هي زي الافلام في واحدة دراما وواحدة لا لا فرحنا فرحنا ربنا يفرحك فرحنا شو بدك تقول قلي مشان افتح الله انا نفسي في الدراما
زي الفيلم طيب احكي لكم قصه بقى دي شو هي؟ زي الافلام لا بس هي شو اسمها؟ اسمها مش زي الافلام مش زي الافلام قصه بتقول ايه بقى؟ 20 يا اولاد بس احنا طلعنا كده السكيل اللي احنا طلعنا طلعنا يعني رن تليفونه بغنوة بتفكروا بيها لا احنا قلنا خلينا في زي الافلام رن تليفونه بغنوة بتفكروا بيها كانت شغالة اول مرة هنتلاقيها ولما رد كان بقاله ساعة مستنيها قالت له أنا خارجة ينفع لبكرة نخليها من سوكات خد الفشار ودخل يتفرج على فيلم كان هابة مرضاش يخش الفيلم التاني من غيرها رغم انها لو في مكانه ما كانش هيجي في تفكيرها من سوكات خد الفشار ودخل يتفرج على فيلم كان هامل مرضاش يخش الفيلم التاني من غيرها رغم انها لو في مكانه ما كانش هيجي كم مرة رجعت بالليل كلمته قالت له قد ايه في يومها افتكرته وكلامها ده هز قلبه فرحه ونسى انها في الايام دي قالت له يستنى ويصبر عليها وانه هيجي يوم من الايام تيجي ايده في ايديها مش عارف ليه بتحكي له مرة على واحد تاني ولما قال لها ازاي قالت له ما تبقاش اناني انا مش ممكن احبك وانك لازم تنساني وقتالي الدنيا مش حلوة
احنا لازم نعمل البوم احنا الثلاثه. انا بعشق الاغنيه دي فظيعه. انت يعني مين اللي كاتب؟ انت اللي كاتب؟ دي اختي بقى اللي كاتباها كلها. اختك؟ اه يا عم ما تديني الكلام يا عم. انا اللي مديها الفكره، قلت لها الفكره و لا بس جامد. لا بس اللحن كمان الحمد لله طبعا كوري طبعا تاتشي كثير حلوه الحمد لله رهيب. طيب يا اولاد شو نغني؟ غني كلياتكم حافظينها. الحب ومدى دي لولا الملامه. لولا الملامه هي مالها يا جماعه؟ لولا الملامه زعلانين منها ليه؟ مش حافظ هتفوق مش حافظ اللحن. طب لولا الملامه بس يعني يا ريت يا شباب يعني تعرفت. يلا لولا الملامه في كل اللي عندكم. يلا يا حلوين. صد كام دي؟ جامده قديمه. ما بدكم تاكلوا جبنه يا اولاد؟ في اه نهار ابيض احنا جايين ناكل بس. وحكاي بس نقول وحكايتك ايه للاستاذ الاستاذ المطرب الحلاوه الرشيق عمرو دياب لانه جوزي بيحبها كثير. الله يوفقكم. حرام حرام ظهر ظهر شريف ليه معانا. وحكايتك اللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس شباب. ليه ممكن تغني معانا؟ انا بقول تحت. لا قولوا انتوا. وحكايتك يا اللي زي البلاوي وتملي شاغل القلوب وياك شاغل القلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه الله. ماشي ماشي حالكم يا اولاد؟ شغال شغال. نقول اه لولا الملامه من وين تبع الشباب؟ عايزين نغني شغالين بعد. اه مش صعب اخلي اللي انا بتمنى يبقى حقيقه. انا لازم اكون واثق احساسي كل دقيقه. يلا يلا ابدا حبيبي ابدا شاري. وانا لازم اكون وسطه في احساسي في كل دقيقه وهيجي اليوم وهحقق حلمي باي طريقه. انا ليه الفرحه قريبه مني وبرده بعيده؟ يا غلبت
وابدأ تاني مش هكون في مكان لو يكون قدام لازم أبقى مرة جريح وانسى إني بريان واسبق الأيام عالي هنسى وابدأ تاني مش هكون في مكان لو يكون قدام لازم أبقى مرة جريئة وانسى إني بريئة واسبق الأيام والناس اللي بتجرحني خلاص انا مش فاكراها عمري ما استسلم وارضى بحاجه انا مش عايزاها كل الايام الصعبه اللي انا عشتها انساها والناس اللي بتجرحني خلاص انا مش فاكراها عمري ما استسلم وارضى بحاجه انا مش عايزاها عادي هتسى وابدأ تاني مش هكون في مكان لو يكون قدام لازم أبقى مرة جارية وانسى إني بارية أسبق الأيام عادي أنسى وأبدأ تاني مش هكون في مكان لو يكون قدام لازم أبقى مرة جارية وانسى إني بارية واسبق انا عشتها هنساها والناس اللي بتجرحني خلاص انا مش فاكراها كل الايام الصعبه اللي انا عشتها هنساها والناس اللي بتجرحني خلاص انا مش فاكراها عمري ما استسلم وارضى بحاجة أنا مش عايزاها وعادي هنسى وابدأ تاني مش هكون في مكاني لو يكون قدام لازم أبقى مرة جارية وانسى إني بريئة واسبق الأيام مش هكون في مكاني لو يكون قدام لازم أبقى مرة جارية وانسى إني بريئة واسبق الأيام طبعا في البيت مفيش تزيين جامدة جدا دي برضو توزيع أحمد إبراهيم اه دي برضه احنا بنحب قرايبيننا بنحب اه طبعا كثير انبسطت فيكم يا احنا ان شاء الله بجد دايما خلصتولي بعرفاناتي واكلتولي اكلاتي وما بعرف هعطيكم التفاحات يلا وانتم ماشيين الباقي بغناتي اللي قاعد مره كثير كانه يعني عن جد قضينا وقت من عمرنا كثير كثير مهم يا حبيبتي بجد دايما يعني من عمري انا مبدئيا حلو كثير وقت كثير ممتع وانتي جاهزه؟ كلكم الله يسلمك هنا جاهزه يعني جاهزه هون في اوضه فاضيه بيب ليك هو ما انا عايز اوضه يعني هون ادم علي شامي لودي نحن هون وفي هون الجست روم اللي بيقولوا عنا بالانجليزي جست روم فوق صندوق لا بيبيتو جنب غرفه الاولاد على فكره نحن الضيوف بيناموا جنب اولادنا انا عايز جنب لودي اه جنب فينا نقول لك لودي جنبك اي حقيقي يعني في غرفه امتى ما بدك حبيبي وعطيه بيجي برجع بيضبط لك اياها اه يضبط لك اه من عطيه قديش حكينا عليه مين عطيه
يا جماعه مش انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. انتوا ابدعتوا طبعا اللي هو يعني كيفتونا النهارده بصراحه. لا شو هذا شو مالهم متعودين يا جماعه هلا وهنا ماشيين بياخذوا تفاحه وخلاص. شيري عند غو شكرا يا شبابي الله يخلينا اياكم كلكم يا رب. واستاذ وطروكا هذا ولا حمود حمود يلا بينا وحمود الرهيب شرفتوني. خذوا اذا بدكم شويه نطس لانه الطريق طويل تاخذوا. خذ كم شي حتى بجيبتك. خذ كم شي حتى بجيبتك. ماشي ميدو ميدو الزين انا اخذت تك صحه تك صحه ميدو. يلا احنا نازلين مع بعض احسن مع بعض كلنا. يلا بينا مين بده نطس يعطيكم الصحه ان شاء الله. خذ تقبرني ان شاء الله انت اذا بدكم انتم كمان تروحوا على البيت ما في مشكله. بدكم تضلوا انا بطلع بمشي مع رفقاتي. شرفتوا شباب. خذوا تفاح خذوا شيء اذا بدكم للطريق. ما بدك شيء مسؤول يا جدعان. مش حاجه ممكن تقول كتير قدنا عادي. لازم اخذ منك لحم لو ايه كتير قدنا. ما بهزرش يا جماعه. بارك الله فيك وحدك. يلا بينا هنغني هنودينا بس اصله الزينه. شو بحب احكيكم قد ايه بتدلعوني كثير. خلص خلصت السهره. اسكت شوي اسكت. الله يبارك الله يبارك الله يسلمك يا رب. شرفتوا يا